صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وبما أننا بنتكلم على ظاهرة الغليان الحراري والانتقال والتحول من الاحتباس للغليان، خلونا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور وأيضا أخبار الطقس. دينا صباح الخير. صباح الخير يا أحمد، صباح السعادة والتفاعل على كل مصريين في كل مكان. يعني يبدو أن الوضع اختلف خلاص، ما بقاش في احتباس وبقينا في الغليان، عايشين في الغلاية وحاسين بده كلنا. يعني أنا قلت امبارح أن درجات الحرارة، يعني دكتورة منار كانت معانا وقالت في انخفاض، بس امبارح فعلا كان الجو حر جدا طول اليوم، ممكن نسبه الرطوبه عاليه قوي، فده بيدينا الاحساس اكتر بالحر. انخفاض نسبي بس هو مرتفع عن غير المعتاد، عن معدلات عن السنين اللي فاتت بصراحه. ده حقيقي. يلا خلينا دلوقتي ناخدكم في جوله عن احوال المرور في شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا معاكم من محافظه القاهره، وخاصه ان الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. ولو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية. كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك أيضا كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة أحمال للسيارات. كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، في ظهر كمان كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ولو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات، ده بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ولو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هناك برضو بعض الكثافات، أما نفق الأزهر ففي انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع والاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة، كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. مكملين معاكم ونروح محافظة الجيزة، وبيشهد شارع الهرم كثافات مرورية ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان ده حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة، أما محور صفطة ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو مهندسين لو فضل أو يفضل إن هو يسلك محور الفريق كمال عامر ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ده بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، لكن بالنسبة لمحور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري مازال الطريق مغلق لاتجاه إجباري ناحية كمان نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو يسلك الطريق السياحي، لكن بالنسبة القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو ففي غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل ده بطريق امتداد محور 26 يوليو، لكن ده فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، ده تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات بتكون أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبالنسبة لطريق الفيوم كمان الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية زراعي قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر من الطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات على الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات،
إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرية المتحركة، ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرية. لكن قادم من شبرا بنها الحر ومتجه إلى مدينة ناصر ومصر الجديدة هيسلك محور العصار، هيختصر لي وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس مع على بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها كثافات بسيطة. ومكملين معاكم جولتنا المرية ونروح بورسعيد وهنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع مع على بعض الكثافات نتيجة المعتادة طبعا في ساعة الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا المرورية خلينا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. الطقس النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وكمان في نشاط رياح ببعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كمان في فرص أمطار ضعيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية ومن وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.